عند اللي رامي قالوا يا حسن جت الطيارة جت الطيارة هل قدم القدام ورا مثل الصاروخ هاي مثل الخيط هذا الصاروخ طويل وما 17/10/18/2012 إدلب تل مرديف. قامت الطائرة المروحية منذ قليل برمي بالونات بيضاء اللون انفجرت على مسافة من الأرض فخلفت هذه الخيطان. هذه الخيطان لمسها شخص في شيخ إدريس فوقع سريعا في الأرض، والآن يتخوف الأهالي من أن تكون أسلحة سامة وقاتلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حجي حكينا إيش صار معكم؟ نحن هون بالحارة على دارنا يعني على الطريق ومبين علينا الشول، مرت الطيارة وشلفت مثل قنينة الكولة هيك ومعها خيط. أخويا خادم جيش بيعري قال زتك صويري، فطلعنا نركض انا وابن حمايه ثورجي وطلعنا نطلع عليها وراحت فيها السما طايره مثل قنينه الكوله هيك ووراها خيط هالطول. نحن اول شيء فكرنا صاروخ، بعدين قالوا لا هاي بالونات حراريه كونهم خادمين عسكري، قال هاي بالونات حراريه بس ما يكون عم يدوها على الصور على وادي الضيف فيها كاميرات او شيء خوفا على الصور. قلنا لنخبرهم انه عم يزتوا هاودي، نحن شفنا هاو الشغلتين اللي نزتني هون فوق دارنا وهي طايره طيارتي من فوقنا منهم فوق دارنا من هاي المنطقه جبنا من هون وهي مش تمني وزتني. وعند اللي شافنا اخويا وصاح طلعنا تفرجنا مثل قنينه الكوله هيك وراها حبل ضيضه هالطولها، وطلعنا قلنا لهم بس ما يكون فيهم كاميرات يصوروا الزوار اللي بوادي الضيف ويخدوهم. وابن عمي ثورجي راح على الشباب اللي معه مجموعته وخبرهم، واخويا خادم جيش قال هاي يمكن صور لك صور لك ليك يلا الله يحميكم امين يا رب.